السلام عليكم. كما نعلم أصبح الـ SSD اليوم من أكثر القطع المتطلبة في الحاسوب، خاصة أن معظم الألعاب الحديثة أصبحت تضع الـ SSD كقطعة أساسية لتشغيلها. وليس هذا فقط، فأسعار الـ SSD انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما جعله قطعة رخيصة لمعظم المشترين. وإكسراي ديسك القادم من علي إكسبرس قد يعد خيار جيد للكثيرين، خاصة أن سعره منخفض ولديه تقييمات جيدة، حيث طلبه أكثر من 140 ألف شخص. لهذا في هذا الفيديو سأقوم بتجربته وإعطاء الرأي الخاص عنه. بعد وصول الـ SSD الذي استغرق تقريبا 18 يوم قمت بفتحه، والتغليف كان جيد، لهذا قمت بتثبيته بعد تشغيل الحاسوب لم يظهر في الأول. لهذا أضفته كمساحة جديدة على النحو التالي، وبعدها ظهر بشكل عادي. وأول تجربة قمت بها هي فحص إن كانت مساحة الـ SSD حقيقية، خاصة أنه يوجد الكثير من الـ SSD المزيفة التي تستعمل مساحة أقل من الوصف. وبعد 30 دقيقة من التجربة ظهر أن مساحته حقيقية وهو غير مزيف. وبعدها قمت بفحص حالة الـ SSD، قد ظهر أنه يوجد فروقات في سرعة القراءة، وهذا غير عادي بالنسبة لـ SSD لم يستخدم من قبل. بخصوص تجربة السرعة في برنامج كريستال ديسك مارك، فظهرت أنها جيدة، لكن معظم لا يعلم أن هذه التجربة لا تضغط على الـ SSD. لهذا قمت بتجربة 64 جيجا، والنتيجة أظهرت أن سرعة الكتابة انخفضت بشكل كبير عن الأول. وللتأكد قمت بنسخ ملف بحجم كبير وفيه معلومات معقدة، وبعد مرور وقت قصير وصلت سرعة النسخ إلى 40 ميجا في الثانية، وهي تقريبا نفس سرعة الـ HDD. وبالتأكيد معظم الـ SSD راح تنزل سرعتها في اختبار مثل هذا، لكن تبقى هذه النتيجة سيئة، ويعود الأمر لعدم احتواء الـ SSD على الديرام. والديرام هي ذاكرة يكون حجمها ما بين 256 ميجا إلى 2 جيجا، تعمل على الوصول إلى الملفات بدون انتظار دواكر الناند التي تكون أبطأ منها، وهذا ما يعطي أداء أكثر. وبالتأكيد هذه الدواكر غير موجودة في الـ SSD الرخيص. وبعدها قمت بمقارنته مع الـ HDD في شاشة الانتظار الخاصة بلعبة Sons of the Forest، وكما هو موضح في الـ SSD أعطى فرق كبير للغاية، حيث أنه كان أسرع من الـ HDD بفرق كبير جدا. وتاليا قمت بفتح الـ SSD لفحص المكونات المستخدمة، وأول شيء لاحظت عدم توفر ذاكرة الديرة، وهذا شيء متوقع نظرا للنتائج السابقة. وبالبحث عن نوعية الناند فوجدت أنها تستعمل TLC 3D، وهي نفس التقنية المستخدمة في SSD سامسونج، لكن للأسف لم أجد معلومات كثيرة عن عمر افتراضي له. وبالحديث عن العمر الافتراضي، فمثلا سامسونج ايفودو حجم 500 جيجا، لو تقوم كل يوم بنسخ 300 جيجا فيه راح يدوم لحوالي 1000 يوم، وبالنسبة لنسخة سامسونج كيفو راح تدوم لمدة 1200 يوم. وبالنسبة لإكسراي ديسك فلا يوجد معلومات من الشركة. وبالبحث أكثر وجدت أن العمر الافتراضي قد يكون ما بين 300 يوم إلى 500 يوم، وهذا في حال ملء الـ SSD كل يوم بـ 300 جيجا. وهذه النتيجة القليلة قد تكون سبب تخوف الشركة من وضع العمر الافتراضي للـ SSD. وشيء آخر لاحظته أن تاريخ الإنتاج يعود إلى 2020، لهذا يوجد عندي شك أن المنتج معاد الاستخدام، خاصة أن تجربة حالة الـ SSD أعطت نتيجة متفاوتة في سرعة القراءة، لكن للأسف لا يوجد لدي دلائل أكثر لإثبات هذا الأمر. وبخصوص درجة الحرارة، فبعد التجربة بالكاميرا الحرارية فظهرت أنها جد عادية، لهذا لا يوجد أي تخوف من هذه الناحية. وآخر شيء جربته هو تثبيت الويندوز على الـ SSD، لكن ظهر خطأ صغير، وكان يحتاج فقط لتفعيل UFC في البايوس. وبعد تفعيله تم تثبيت الويندوز على الـ SSD بشكل عادي. وأخيرا، هل أنصح بإكسراي ديسك؟ إن كنت شخص يستعمله فقط للتصفح والألعاب فسيكون جد كافي، لكن إن كنت شخص لديه برامج تستخدم ملفات ثقيلة ومعقدة فلم يعطيك الأداء الجيد بسبب عدم توفرها على الديرة، والأحسن أن تأخذ نسخة من شركة سامسونج. وللمهتمين به سأضع رابطه في أسفل الفيديو. وإن أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. سلام.